مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البداية أكيد بآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي كابر لكرة القدم الذي يواصل استعداداته لمباراة يوم الغد ضد منتخب جزر القمر. مباراة الإياب، مباراة الجولة الرابعة بالنسبة لمنافسات المجموعة الأولى من تصفية كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025. في نفس المجموعة منذ حين منتخب غامبيا فاز على مدغشقر هدف مقابل صفر، هذا ما يخلي منتخب غامبيا يرتقي للمركز الثاني مع منتخب جزر القمر برصيد 5 نقاط. المنتخب الوطني التونسي يحافظ على صدارة ترتيب هذه المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، منتخب مدغشقر في المركز الرابع بنقطتين. أكيد تفاصيل آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي والحصة التدريبية والندوة الصحفية قبل تقريبا 24 ساعة من مباراة يوم الغد كالعادة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وكذلك على الصفحة الرسمية للإذاعة التونسية والإذاعة الوطنية التونسية بالصوت والصورة مع زميلنا مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية رفقي بوستة. رفقي مرحبا بك. مرحبا بك رجاء، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي قبل مباراة غدوة كما حكيت أنت رجاء، توا في طريقي لحضور الندوة الصحفية للناخب الوطني فوزي البنزرتي، الندوة الصحفية اللي تنطلق 6:30 تاع العشية بتوقيت تونس. فوزي البنزرتي باش يتحدث على آخر استعدادات المنتخب قبل مواجهة يوم غد. بعد الندوة الصحفية رجاء الموعد مع الحصة التدريبية الرئيسية والأخيرة 8 متاع الليل بتوقيت تونس في نفس توقيت مباراة يوم الغد. نذكر مباراة باش تلعب في ملعب فيليكس وفويت بوانيي في أبيجون، الملعب اللي يتسع 29,000 متفرج، ملعب ممتاز أكيد أقدم ملعب في الكوت ديفوار، تم تجديده واحتضن عديد المباريات في الكان الأخيرة. ظروف جيدة نحكي على ملعب المباراة، الظروف الطبيعية أيضا رغم من اليوم الطقس حار ولكن مع توقيت المباراة إن شاء الله الحرارة بين 24 و30 درجة مع انخفاض نوعا ما في نسبة الرطوبة. اليوم كان الموعد أيضا مع الاجتماع الفني والمنتخب الوطني التونسي على غرار مباراة الذهاب باش يرتدي القميص باللون الأبيض كما مباراة الذهاب، وإن شاء الله نتيجة مش كما مباراة الذهاب، نتيجة تكون انتصار المنتخب الوطني التونسي خاصة مع نية الإطار الفني لإجراء عديد التغييرات وبعض التغييرات خلينا نقول في التشكيل الأساسية في انتظار حسم الخيارات بعد الحصة التدريبية الأخيرة. المؤكد وأن الياس السخيري حنا بعل المجبري باش يكونوا حاضرين في منطقة وسط الميدان، إغفاء بعض الحيوية في منطقة وسط الميدان خاصة نحكي على حنا بعل المجبري اللي تخلف في الفترة أو في المباراة الأولى وقدم مردود جيد، إن شاء الله يكون حاضر بامتياز. البارح كان الموعد مع الجانب التطبيقي لخيارات وأفكار فوزي البنزرتي من خلال حصة تطبيقية بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء في انتظار كما ذكرت الحصة التدريبية الأخيرة اليوم 8 نتاع الليل بتوقيت تونس اللي باش تكون الأقرب في انتظار التأكيد بعد شوية في ملعب مدرسة الشرطة ملعب التدريبات على غرار الحصة التدريبية نتاع يوم أمس. إن شاء الله تباعا نعطيكم آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. المهم زد معطى مهم جدا ممكن يعاوننا بالتأكيد رجاء هو الحقيقة وجود المشجعين التوانسة سواء يتنقلوا من تونس أو الجيل الموجودة لنا، حضرت البارح باش تحضر اليوم وأكيد باش تكون بعداد محترمة في مباراة يوم غد في ملعب فيليكس وفويت بوانيي في مدينة أبيجون الإيفوارية. إن شاء الله التصريحات كل الكواليس بعد نهاية الندوة الصحفية تكون حاضرة سواء من خلال نشراتنا في كل المواعيد أو من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، العودة بالتصريحات بالفيديوهات بالكواليس والهوامش رجاء. يعطيك الصحة رفقي، طريق سلامة أكيد أنت في طريقك إلى تغطية الندوة الصحفية كان كما كان يتحدث مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية رفقي بوستة للندوة الصحفية للناخب الوطني فوزي البنزرتي قبل مباراتنا يوم الغد كما قلت أمام منتخب جزر القمر في إطار منافسات الجولة الرابعة. إن شاء الله أكيد التصريحات والتغطية الخاصة بهذه الندوة الصحفية تلقوها على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية وكذلك على موجاتنا من خلال مواعيدنا الإخبارية
الرياضية القادمة. نعطيكم فكرة عن بقية المباريات بالنسبة لهذه الجولة. بالنسبة لبرنامج اليوم في المجموعة الخامسة ليبيريا غينيا الاستوائية، توغو تواجه الجزائر. في المجموعة العاشرة زيمبابوي ناميبيا، كينيا انهزمت أمام الكاميرون بهدف مقابل صفر. وفي المجموعة التاسعة مباراة ستجمع منتخب الإسواتيني بموزمبيق. بالنسبة لمباريات يوم الغد إلى جانب مباراتنا في الثامنة مساء أمام منتخب جزر القمر، في المجموعة التاسعة غينيا بيساو يواجه منتخب مالي. بالنسبة للمجموعة الرابعة رواندا البنين وليبيا نيجيريا، والمباراة هذه لن تقام مبدئيا بما أنه وفد المنتخب النيجيري وطائرة المنتخب النيجيري غادرت الأراضي الليبية تقريبا بعد ساعات قضتها في المطار بسبب تعطل على مستوى الإجراءات الدخول للأراضي الليبية. المعاملة بالمثل، لأن وفد المنتخب الليبي تقريبا عاش نفس الصعوبات ونفس الظروف في منذ أسبوع أو منذ 3 أيام ولا 4 أيام في سفره إلى نيجيريا. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة المتسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع مراقب المباراة لاتخاذ القرارات اللازمة في خصوص مباراة ليبيا ونيجيريا اللي كان من المفروض وأنها الدور يوم الغد. في المجموعة الثانية منتخب جنوب إفريقيا الوسطى يستضيف المنتخب المغربي، ليزوتو والغابون. في المجموعة السادسة السودان غانا، النيجر أنغولا. في المجموعة السابعة تشاد تواجه زامبيا، وسيراليون يستضيف الكوت ديفوار. في المجموعة الثالثة بوتسوانا الرأس الأخضر، موريتانيا تواجه مصر. في المجموعة الثامنة أثيوبيا غينيا، تنزانيا الجمهورية الكونغو. في المجموعة الحادية عشر جنوب السودان أوغندا، الكونغو جنوب أفريقيا. وفي المجموعة الثانية عشر منتخب الملاوي يواجه منتخب السنغال. كما قلت المباريات هذه مباريات يوم الغد. نذكركم بالنسبة لمجموعتنا، مجموعة المنتخب الوطني التونسي، المنتخب الغامبي منذ حين فاز على مدغشقر هدف مقابل صفر، في حين تونس تواجه جزر القمر غدا في الكوت ديفوار في أبيجان انطلاقا من الساعة 8 مساء. وأكيد المتابعة ستكون في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال برنامج رياضة وأهداف مع زميلنا رفقي بوستة على مستوى الوصف والتعليق مباشرة من أبيجان، ومهدي عبيد إن شاء الله في رياضة وأهداف يوم الغد. إلى أخبار كرة اليد، الجمعية النسائية بالساحل يواجه اليوم في المسابقات بطولة إفريقيا للأندية اللي دور فعاليتها بالمغرب في نسختها 45، يواجه فريق أبيجان الإيفواري في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعات. نذكر وأنه الجمعية النسائية بالساحل انتصرت في الجولة الأولى على حساب نادي بريميرو دي أغوستو الأنغولي 28-26، وفي الجولة الثانية على الشرطة الكاميروني 37-30. في تنس الطاولة، المنتخب الوطني التونسي للأكابر للأسف ينهزم اليوم العشية في الدورة نصف النهائي لكرة الطاولة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 3 أشواط مقابل 2. وبالتالي المنتخب الوطني التونسي يكتفي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في هذه البطولة الإفريقية للأكابر لتنس الطاولة. اليوم الصباح نقطة إعلامية كانت في مقر بلدية صفاقس للنظر في مشاكل تأهيل ملعب طيب المهيري إفريقيا بحضور كل مسؤولي النادي والجهة. ووقعت المصادقة في أعقاب هذا الاجتماع على تنوير الملعب في صفقة تبلغ تكلفتها تقريبا أكثر من 600,000 دينار خلال هذه الأيام. أما بخصوص الكراسي، وبعد رفض الطلب الأول اللي ما كانش مطابق للمعايير الخاصة بالكاف، إعادة طلب عرض عروض جديدة في أجل أقصاه 20 يوم من تاريخ اليوم يعني يوم الاجتماع، والتنفيذ والتركيب سيكون في أجل لا يتعدى 45 يوم حتى يكون ملعب طيب المهيري بصفاقس مؤهل إفريقيا لاحتضان مباريات النادي الصفاقسي في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي. إلى أخبار التجديف، والبطولة الوطنية للتجديف الكلاسيكي واللي دارت فعاليتها يوم 13 أكتوبر بالمجرى الدولي للتجديف ببحيرة تونس بمشاركة 10 جمعيات واللي ترشحوا جدة فيها بعد 4 جولات وقع خوضها في شهر جوان. بالنسبة لصنف الصغار الأداني، نادي البحري بسوسة بالتساوي مع نادي تيارا أجيم جربة، ثنائي هذا هو اللي فاز بلقب البطولة. في
صنف صغار الدنيوات جمعية قرقنة الرياضية، في صنف الأداني المدرسة الفيدرالية بالبحيرة، في صنف الدنيوات اللقب آل للمدرسة الفيدرالية بالبحيرة، في صنف الأصاغر جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة هي التي تحصلت على لقب البطولة، في صنف الصغريات الجمعية الرياضية بالبحيرة، صنف الأواسط جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة، صنف الوسطيات جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة، صنف الأكابر جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة، وصنف الكبريات جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة. مبروك لكل الفائزين في هذه البطولة اللي نوصلوا بها لختام جولتنا في فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب.